السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 199، عندنا اليونت 8 وعندنا لسن 1. يقولوا write definitions for these words using relative pronoun each time. اكتب التعريف لهذه الكلمات مستخدما هاي ضمير الوصل في كل مرة. A competitor is someone who takes part in a competition or game. المتنافس هو الشخص اللي يشارك في المنافسة أو اللعبة. Necklace is something which women wear around their necks for decoration. Necklace القلادة هي الشيء ما اللي النساء ترتدي حول عنقها أو للزينة decoration. Jeweler جوهرجي الصايغ is someone who sells jewelry هو الشخص اللي يبيع المجوهرات. Snow is a frozen rain or something that falls from هنا لازم ام ناسي from the sky ام هنا لازم ام from the sky in the winter in cold countries. Snow هذا الجليد هو عبارة عن مطر متجمد أو شيء ما يسقط from هنا ام ما انسى حرف الام من السماء in winter في الشتاء في البلدان الباردة. An island is land that is surrounded by water. الجزيرة هي الأرض التي يحيطها الماء. An optician is someone who tests eyes. هذا أبو العيون طبعا أبو العوينات هو الشخص اللي شنو اللي يفحص العيون. Contact lenses العدسات اللاصقة are things that people can wear in their eyes to help them see better. هي العدسات اللاصقة هي أشياء الناس تستطيع ارتداءها في عيونهم لمساعدتهم في أن يروا أفضل. A game show is a game that is played on television. Game show هذا البرنامج اللعبة هي عبارة عن لعبة تلعب في التلفزيون. A market سوق is a place where you can buy all sorts of things. السوق هو مكان أنت تستطيع أن تشتري جميع أنواع الأشياء. A time limit الوقت المحدد is the amount of time هو مقدار الوقت that is given to do something الذي يعطى إلى لعمل شيء معين. A soap opera هذا البرنامج okay is a TV drama television that is about lives and everyday people ويعني عن الناس وحياتهم اليومية. Soap opera زين. A still life is a painting. Still life هذا نوع يعني is a painting that has objects in it not people. ها still life is a painting هو نوع من الطلاء اللي به مواد فيه وليس الناس. زين انا اكتب كلمات لزميلك حتى يعرفها وغير الكتب واكتب تعاريف then correct وصحح الجمل مال زميلك. Nothing كتب. Work with a partner اعمل مع الزميل. Student A uses this page. Student B uses page 201. انت راح تستخدم هاي الصفحة وزميلك يستخدم صفحة 201. Imagine you are in a large department store. تخيل انك في متجر كبير جدا. Okay, للبيع. Practice the dialogue below. تمرن على الحوار في ادناه. في الاسفل with the partner مع الزميل. Hello, I'm looking for something but I don't know the word for it. مرحبا اني ابحث عن شيء ما ولكن لا اعرف الكلمة مالته. Could you describe the object? هل يمكنك ان تصف الشيء؟ It is something that you wear when you swimming so you can see underwater. إنه شيء ما أنت ترتديه عندما تسبح لكي تستطيع أن ترى داخل الماء. Do you mean mask? هل تعتقد أنه قناع؟ هل تعني أنه قناع؟ That's exactly what I mean. Do you sell them? هذا بالضبط ما أعني. هل تبيعها؟ Yes, but you are in the wrong department. نعم ولكنك في المتجر الخطأ. You need to go to the sports department. تحتاج أن تذهب إلى متجر الرياضة. You want to buy an object in box A. أنت تريد أن تشتري شيئا في البوكس في الصندوق A. هذا.
But you don't know the word. لكن لا تعرف الكلمة. Describe it. صفها. And say you want to buy it. وقل إنك تريد أن تشتريها. مستخدما الدايلوج above. مستخدما يعني هذا الشكل من الحوار. As a model كنموذج. Write the correct word. اكتب الكلمة الصحيحة. Next to the picture بالقرب من الصورة الشيء. Change rules. غير الأدوار. استمع إلى زميلك يصف شيء واحد من هاي الأشياء في البوكس بي وأخبره أو أخبرها بالكلمة اللي أنت تريد تشتري بها يعني الشيء واستخدم الحوار على كنموذج. شوف هاي الأشياء ماوس. شوف هنا هاي ماوس. كلوز بيجز هاي قراصات. تاول هاي الشمشة. كيتل هاي الغلاية. بناكيلرز هذا ناظور. وباكت هذا الجردل أو السطل. شوف هاي أشياء زين. الجو work with a partner اعمل مع زميل. student B راح يستخدم هاي الصفحة و student A يستخدم الصفحة 200 هاي الفوق اللي مرينا عليها. تخيل انك في متجر ايضا وبتدرب على الحوار ادنى لي وهذا hello I'm looking for something but I don't know the word for it. طبعا نفس الشيء اوكي نفس هذه اي نفسه هذا نفس هذا الكلام اللي فوق زين. واستمع الى زميلك يصف كذا كذا الى كلها نفس الشيء وغير الادوار نفس هذه العمليه. شفنا ماسك ستابلر كابسه واتشنج كان واترنج كان هاي للماء لحمل الماء مثل العلبه. لبستيك هذه شفاه احمر الشفاه. كوت هانجرز هاي للتعاليق. برام هاي شفاه العجله وهكذا. اوكي اعزائي لحد هنا اتوقف والى اللقاء.